السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار التاسعة بدايتها العناوين. قامت محافظ رام الله والبيري دكتور ليلى غنام بجولة تفقدية في المحافظة للاطلاع على سير العمل في غرف العمليات التي أعدت لاستقبال المنخفض الجوي. مع أن وصل الزائر الأبيض إلى محافظة رام الله والبيري حتى بدأت كل غرف العمليات التي أعدت لاستقباله بالعمل كخلية نحل، فمحافظ رام الله والبيري قامت بجولة في المدينة تفقدت خلالها هذه الغرف ومجمع فلسطين الطبي، مؤكدة أن كل الإمكانيات سخرت لمساعدة المواطنين. هناك يعني بعض حوادث تسير، ولكن الحمد لله حالات طفيفة وتم السيطرة عليها. ومن هنا طبعا احنا بنقدم تحييتنا للطواقم الطبية في المجمع، وأيضا تحييتنا للطواقم العاملة في الميدان بمكونات كل مجلس الطوارئ طبعا، وبالذات لإخواننا في الأجهزة الأمنية قادة وضباط وعناصر المتواجدين في الميدان منذ ساعات طويلة لتأمين وصول المواطنين. الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع المحافظة شرعت باستقبال نداءات الإغاثة والتعامل معها، داعين المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. خطة الشرطة كما تم وضعها تسير بالشكل الجيد، ونحن نعمل على أولوية على فتح الطرق وتأمينها من أجل تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين. رغم أن التعليمات لأخذ الحيطة والحذر صدرت قبل أيام من وصول المنخفض الجوي، إلا أن الساعات الأولى لتساقط الثلوج شهدت حالة من عدم التزام المواطنين والخروج من بيوتهم، ما أدى إلى تعطيل حركة السير وصعوبة في التعامل مع الحالات الطارئة وضياع جهود الطواقم بين إنقاذ العالقين على الشوارع وبين الوصول إلى المتضررين المحتاجين للمساعدة الحقيقية. كل الإمكانيات التي سخرت لاستقبال الزائر الأبيض بدأت بالعمل، إلا أن العائق الوحيد أمامها هو خروج المواطنين دون الحاجة لذلك، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر. من مدينة البيري، موسى حسين، تلفزيون فلسطين. متابعة للموضوع، ينضم إلينا في الاستوديو العقيد عمر البزور مدير شرطة محافظة رام الله والبيري. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد، يعطيكم ألف عافية. مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يعني حقيقة ما شاهدناه في التقارير هو يعني العائق الأساسي كان أمامكم هو عدم الالتزام والنداءات التي وجهت، كيف تم التعامل وما هي الحالات التي يعني تعاملتم معها وكانت صعبة إلى حد ما؟ نعم، بداية تساقط الثلوج حصل بعض الإرباك نتيجة خروج بعض المواطنين إلى الشوارع حيث علقت سياراتهم وعاقت جهود الإنقاذ وحركة الدوريات والإسعاف والدفاع المدني. الشرطة تعاملت مع 384 حالة سيارة علقت في الشوارع تم سحبها وتم تأمينها. أيضا تعاملت الشرطة مع حوالي 74 حالة تم نقلهم إلى بيوتهم، وكذلك نقل 30 حالة مرضى إلى المستشفيات، منها ثلاث حالات ولادي، بالإضافة إلى توزيع بعض المواد الأساسية على بيوت المواطنين. ما دون ذلك سيادة العقيد، هل الأمور كانت تسير وفق الخطة التي وضعتموها قبل أن يدخل المنخفض إلى فلسطين؟ نعم بالتأكيد، حسب خطة شرطة محافظة رام الله والبيري الأمور صارت بالشكل الطبيعي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال غرفة العمليات المشتركة، حيث تلقنا العديد من المكالمات على الخط المجانمية، وقامت الشرطة بنشر دورياتها من الصباح الباكر من أجل تأمين احتياجات المواطنين وكذلك تأمين فتح الطرق الرئيسية داخل المحافظة وخارجها. مقارنة بين هذا العام والعام الماضي، يعني كيف تقيم الأمر ونحن مع بداية المنخفض حتى اللحظة؟ يعني بالتأكيد هناك جهود حثيثة تبذل من كافة الأجهزة حسب الخطط الموضوعة وخاصة الشرطة. الأمور هذه العام أفضل بكثير من العام الماضي، لأنه أصبح لدى الشرطة خبرة في التعامل مع هذه الأحداث. النصائح والمطلوب من المواطنين ويعني حتى
تسير الخطة والإنجازات التي تقومون بها من أجل يعني عدم الوصول إلى أي عوائق كبيرة أو أي أضرار بالنسبة للمواطنين؟ ماذا توجه لهم؟ النصائح أنه نناشد الأخوة المواطنين الالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلى أي شيء، لأنه نحن سوف نؤمن لهم من خلال الأجهزة الشريكة والشرطة كل ما يلزم. كذلك نناشدهم البقاء في بيوتهم ومتابعة موضوع السلام العام، عدم ترك الصبات مشتعلة أثناء النوم حرصا على سلامتهم، وكذلك عدم تجنب الدخول في الأودية والمناطق المنخفضة خوفا من تشكل السيول، تفقد مركباتهم، أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية أو الطرق الداخلية، وترك مسافة كافية بين المركبات خوفا من وقوع الحوادث لا سمح الله. ماذا على بمن تقطعت بهم السبل وهم من المدن المختلفة؟ أنت تعلم يعني يكون مرور من مدينة إلى مدينة أو ما إلى ذلك، يعني كيف يتم التعاطي مع هذول؟ أيضا تم التعاطي معهم، حيث تم نقلهم بمركبات الشرطة إلى مراكز الشرطة، وتم تأمين المأوى لهم في بعض الفنادق وفي بعض الأماكن، وما زال هناك بعض الأشخاص تاردون إشارات علقت بهم السبل وتقطعت بهم، أيضا تم إحضارهم من خلال دوريات الشرطة ويتم تأمينهم حسب المطلوب. يعني هناك توقعات وفق الرصد الجوي عقيد عمر باشتداد المنخفض خلال الساعات القادمة، أيضا الجاهزية يعني تذهب بإطار تصاعدي من أجل متابعة كل الأمور، وأيضا النصائح للمواطنين بالالتزام بمنازلهم. كافة قوة الشرطة الفلسطينية المستنفرة بناء تعليمات السيد اللواء حازم عطا الله، ونحن على الجاهزية التامة ونتعامل ونرفع من وتيرة نشاطنا حسب تصاعد ظروف المنخفض، ونحن مستمرين بعملنا من أجل حماية المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة لهم. كل التقدير لجهودكم وأنتم وكافة الشركاء في هذا العمل الدؤوب من أجل أن تؤمن كل الاحتياجات للمواطنين، وأيضا المناشدة الأخرى التي نوجههم عبر شاشة تلفزيون فلسطين لكافة المواطنين بالالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الشرطة وكافة الجهات الشريكة في ذلك، حتى تستطيع القيام بعملها بالشكل المطلوب والمثالي، وأن لا تقع أضرار في صفوف المواطنين. شكرا جزيلا لك العقيد عمر بزور، مدير شرطة رام الله والبيري، كنت معنا وأطلعتنا على آخر تطورات الوضع في التعاطي مع المنخفض الجوي. شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك.